مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار اللقاية من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير مع البداية وأول المراكز، هنا غيوض بشعار محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة يقدم لنا هنا غيوض على البداية وعلى الصدارة. ثاني المراكز وصلت هنا قيادة، عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة يقدم لنا قيادة هنا من الجانب الآخر. ثالث المراكز وصلت هنا القادمة والمنطلقة مزون سعيد بن فهد بن سعيد القريصي يقدم لنا هنا مزون على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت هنا مشكورة سعيد بن محمد بن سعيد السيف الخيارين. وفي خامس المراكز تنويه سعيد بن محمد بن تويم العريض هنا على خامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة، وأعود مع البداية والصدارة. هناك غيوض بشعار محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة يقدم لنا غيوض على البداية وعلى المقدمة. ثاني الأسماء وصلت هنا غيادة عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. وفي ثالث المراكز وصلت هنا الواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري يقدم لنا هنا الواعية على ثالث المراكز وتسللت إلى ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل شعار البريدي هنا يقدم لنا شواشة محمد بن بخيت بن طالب بن مدحوس البريد هنا يقدم لنا وينطلق مع الشعار على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القادمة هنا مشكورة سعيد بن محمد بن سعيد السيف الخيارين. وفي خامس المراكز قيادة وهنا عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة يقدم لنا قيادة على خامس المراكز. ولكن أعود مع غيوض بن نايفة يقدم لنا غيوض على البداية وعلى المقدمة. الله الله غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة يقدم غيوض. ثاني الأسماء وصلت هنا شواشة بشعار محمد بن بخيت بن طالب آل بريد. وفي ثالث المراكز وصلت الواعية جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري. وفي رابع الأسماء وصلت قيادة عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. وخامس المراكز وصلت هنا المنطلقة على خامس المراكز مشكورة سعيد بن محمد بن سعيد آل سيف الخيارين هنا يقدم لنا مشكورة على خامس المراكز. ولكن أعود مع التحدي الأول ومع الصراع الأول بن نايفة هناك يقود الأمور مع غيوض منطلق هنا بن نايفة مع غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة. ثاني الأسماء البريدي غادم مع شواشة هنا قادم محمد بن بخيت بن طالب آل بريد. وفي ثالث المراكز الواعية هنا منطلق الواعية بشعار جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري. وفي رابع المراكز وصلت هنا المنطلقة والمندفعة وصفة محمد بن محسن بن علي آل حسن المري هنا يقدم لنا وصفة على رابع المراكز. وخامس الأسماء وصلت هنا الغشوة بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ولكن أعود مع البداية ومع الصدارة الانطلاق الأول غيوض محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة هنا مع غيوض. ثاني الأسماء وصلت شواشة محمد بن بخيت بن طالب البريد. وفي ثالث المراكز
وصلت هنا المنطلقة، وصف محمد بن محسن بن علي الحسن المري، وصل هنا شعار بن سلامة قادم مع رموز محمد بن راشد بن حمد، ولكن أعود مع الصدارة مع البداية، بدأ الانطلاق بدأ الاندفاع بالنايفة بالنايفة، ولكن وصفة 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 غيرت محمد بن محسن بن علي الحسن المري، وهنا زيد بن محسن يراقب لنا وصفة ويتابع وصفة رجل الخطوط النهائية. الله الله، وسلام المملكة العربية السعودية، سلام سلام المملكة، سلام، تهانينا والناموس لمالك وصفة محمد بن محسن بن علي الحسن المري. وفي ثاني المراكز وصلت هنا غيوظ محمد بن عبد الهادي بن ترعيب بن نايفة، وفي ثالث المراكز وصلت هنا رموز محمد بن راشد بن حمد الملامق الهاجري، وفي رابع المراكز وصلت هنا سيرة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، وفي خامس المراكز وصلت هنا بلشة محمد بن صالح بن محمد بن حمد المري. فتهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك وصفة محمد بن محسن بن علي الحسن المري. والتوقيت الزمني 6 دقائق بدون أي ثواني و42 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس محمد بن محسن بن علي الحسن، ونهني زيد بن محسن رجل الخطوط النهائية. فتهانينا والناموس، وسعد الله صباحك يا أبو محسن على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصلت غيوظ بشعار محمد بن عبد الهادي بن ترحيب بن نايفة. التوقيت الزمني 6 دقائق ثانيتين 39 جزء من الثانية. فتهانينا والناموس لكايا بن نايفة ثالث المراكز. وصلت هنا رموز، والتوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني 11 جزء من الثانية. نهني مالك رموز محمد بن راشد بن حمد الملامق الهاجري. فتهانينا والناموس.